صلى الله عليك يا أبا الرضيع المذبوح على صدرك يا حسين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ليل عاشورا ليتك لم تكن فعظيم خطب حل فيك جليل، حيث الحسين يروح فيك مودعا آل الرسول بعبرة ويقول هذا الوداع أحبتي والملتقى بجنان خلد ظلهن ظليل. أبا عبد الله تمسي لمن ونفوسنا لك تفتدى، لو كان ينفع في الحماية بديل بديل. أيم الحزن زيانة بالليلة تودع أخوتها، بعد الليلة ما يراد لكم خطيب، انتم متهيئين ليلة عاشوراء. من يقول احنا باقيين للسنة الجاية حتى نحيي ليلة عاشوراء؟ أيم الحزن زيانة بالليلة تودع أخوتها وتهل مكسرة الخاطر بالتوديع دمعتها. أيم الحزن زيانة من جلي الهو مست شافت كل بواد الطيف بجيوش العدن جتست. زينب بالأضم والضيم والشروح حست وجلها زاد وانضامت تحاش روح قامت. يا فرحة الما دامت أظن هاي الزلم والخيل علشت لحسين جيته. كانوا مثل هالليلة يخاطبون الإمام علي هناك بالنجف المجالس النجف، يقول له لأثر نقعها فحسين قضى وغلة أحشاه لم تنقعي إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضعي. يا حيدر قم من قبرك واقصد كربلا الليلة وشوف بناتك بيا حال واسمع حنة العيلة. جاسم قعد يم رملة والأكبر قعد يم ليلة لكن يهل دمعاته تقل بس واد الليل يا وليدي وتفارجني سالف لي يا بعد اهلي مو شفراكم هدني وحيد يا ضو عيوني وبكل دعر خيبني ورملة تصيح يا جاسم هذا رباي تالية بدال العرس والحوفة أشوفك عثر رمية. يقلها يما لا تبجين لكن عندي وصية. شنو هاي الوصية؟ لو شفت عقب عيني شباب أهلي يعرسونا والشبال لي يلفون والحافة يزفون ذاك الوقت ذكريني وقامت تهمل عيون. يا حسين يا حسين لو أنبتتنا الأرض أيها الأحبة في ليلة عاشوراء من سنة 61 للهجرة لرأينا في تلك الليلة ثلاثة خيم. خيمة يجلس فيها رجل ضعيف بائس خائف
اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، ألا وهو عمر بن سعد لعنة الله عليه ومن كان معه. وفي مقابل هذه الخيمة أو في مقابل هذا المعسكر كانت هناك خيمة لأصحاب الحسين عليه السلام الذين طلقوا الدنيا بما فيها واشتروا الآخرة بنصرتهم للحسين عليه السلام. ما بين هاتين الخيمتين كانت هناك خيمة ثالثة لرجل يخير نفسه بين الجنة والنار، ألا وهو الحر ابن يزيد الرياحي. الحر أطل على أرض كربلاء فرأى معسكرين في آن واحد، معسكر عمر بن سعد في ظاهره جميل، كثرة الجيوش، الخيل، العدة، العدة يعني نقصد بها السيوف والرماح والسهام، يسموها عدة الحرب، العدة، الأموال، المناصب، الأمان، يعني الأمان بالنسبة للحرفية في الحرب، على اعتبار أنه في حرفية الحرب دائما الكفة تميل لكثرة الجيوش. فرأى أن هذا المعسكر في ظاهره هكذا، ولكن نظر الحر أن في باطن هذا المعسكر هو سوء العاقبة، رأى في هذا المعسكر أنه موجود غضب الله، في هذا المعسكر نار جهنم، هذه الحقيقة تجلت للحر. ثم نظر إلى معسكر الحسين عليه السلام في ظاهره لا يوجد ماء، لا يوجد طعام، نعم لا توجد مناصب، لا توجد أموال، لا يوجد أمان، يعني نقصد في الأمان أنه في الحرب، وإلا الأمان والطمأنينة والخلود ورضا الله هو مع محمد وآل محمد. فرأى أن معسكر الحسين عليه السلام في ظاهره لا يوجد فيه هذه الأشياء، لا يوجد فيه ما، لا طعام، لا نعم، لا أموال، لا مناصب، لكن فيه رضا الله، فيه الخلود، فيه الكفة الراجحة، فيه الجنة، فيه كل شيء. فهو إلى هنا قال أنا أخير نفسي بين الجنة والنار. بالنتيجة صار عنده علم، أول الدين شنو؟ معرفته، أول خطوة في الدين أن الإنسان يكون يعرف، وكمال معرفته شنو؟ التصديق به، يعني العمل به. الإنسان أول شيء مطالب بالمعرفة يعرف، ثم مطالب بأي شيء؟ بأن يطبق ما تعلم، يعني العلم الصحيح الذي يكون في جادة الصواب. فالحر صار عنده علم، صار عنده يقين أنه هذا طريق الباطل، هذا طريق الباطل، وهذا طريق الحق. هذا معسكر عمر بن سعد في ظاهرة أكو دنيا، أكو أموال، لكن فيه غضب الله، إذن هو طريق باطل. بالجهة الثانية شاف طريق الحسين، صحيح ما بي أموال، ما بي ماء، ما بي طعام، بي قتل، بي شهادة، لكن فيه رضا الله. فهذا صار عنده علم، قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار. متى طبق هاي المعلومة اللي صارت عند الحر؟ لما قال ولا أختار على الجنة شيئا. الجنة هي مع آل محمد أيها الأحبة. واحد يقول للإمام الصادق عليه السلام ادعو الله لي يدخلني إلى الجنة، قال الإمام اللهم لا تخرجه من الجنة. قال له سيدي أنا أطلب منك الله يدخلني للجنة، أنت تقول اللهم لا تخرجه من الجنة؟ قال له الإمام نعم، ألم تعلم أن حبنا آل محمد هو الجنة؟ فهنيئا لكم أيها الأحباء، يا من حضرتم تواسون فاطمة هذه الليلة. طبيعي هذا أعظم مصداق. يقول الشيخ الششتري عنده فد عبارة هواي جميلة، يقول أنا بحثت في صفات الشيعة وجدت أن كثيرا منها لا ينطبق على البعض. لما أقرأ في صفات الشيعة خمص البطون من الكذا، عمش العيون من البكا، ذبل الشفاه من شفت هاي ما تنطبق، إلى أن قرأت الرواية الصحيحة المعتبرة، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا
وعجنوا بنور ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذه ما شاء الله تجدها في مدرسة أهل البيت. شوف اليوم في هذه الليالي خصوصا ليلة عاشوراء لا تجد شخصا لا تجد نفرا من شيعة أهل البيت إلا وقد دخله الحزن، إلا وقد حضر مجلس الحسين، إلا وقد ساهم في قضية الشعائر. نسأل الله تعالى أن يحفظ، نعم أن يحفظ مجالس الحسين، أن يحفظ خدام الحسين. اليوم أعداء الله شنوا علينا هجمة كبيرة، نسأل الله تعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. فالحر نظر إلى هاتين الخيمتين، إلى هذين نعم المعسكرين، فقال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ثم ترجم هذا العلم وقال ولا أختار على الجنة نعم شيئا. بعد أكثر من هذا شوف ترجمة العلم، اجى إلى الحسين عليه السلام قال أبا عبد الله سامحني، هل تجد لي من توبة؟ أنا مذنب. الحسين يمثل الرحمة الإلهية في الأرض، ما عاتبه ولا قال له أنت جعجعت بنا في الطريق، أنت أدخلت الرعب على بنات رسول الله، ما قال له الحسين أبدا، مباشرة قال له إن تبت تاب الله عليك. بعد أكثر ترجم الحر علما الذي استفاد من نظرته لهذين المعسكرين أنه طلع وقاتل بين يدي الحسين وحصل المرتبة العالية، الذي الحسين يقول أنت كما سمتك أمك حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. من أحداث هذه الليلة أيها الأحبة ليلة عاشوراء وصلت آخر رسالة، وصل آخر كتاب من الكوفة. لاحظوا إلى حد قبل هذه الليلة كان هناك كلام في قضية قتل الحسين عليه السلام، كان هناك تردد من بعض الجهات، بعضهم يقولون إذا الحسين يبايع من قتله، بعضهم يقولون حتى إذا يبايع، بعضهم يقولون لازم يبايع يزيد بن معاوية، بعضهم يقولون لا لازم يبايع عبيد الله بن زياد بالكوفة. فكان أكو هالشكل نقاش بما فيهم حتى عمر بن سعد. عمر بن سعد افترى رسالة على الحسين، حسين ما قال هالشكل. شنو الرسالة اللي افتعلها عمر بن سعد على الحسين؟ كتب إلى عبيد الله بن زياد هذا الحسين بن علي قد أعطاني عهدا أن يذهب إلى يزيد فيبايعه. الحسين ما قال هذا الكلام، ما قال الحسين لو يريد يبايع كان بايع من أول مناك من المدينة، ليش يجي إلى كربلاء ويبايع؟ الحسين نعم قال اتركوني أذهب في هذه الأرض، صحيح. الحسين قال لهم أتطلبوني بدم لكم سفكته أو بمال لكم انت، صحيح هاي قالها، لكن قال لهم خلوني أبايع، لا هاي ما قالها. ليش عمر بن سعد افترى هذه الرسالة؟ افتراها على أساس يريد يحصل القضيتين مع بعض، شنو؟ هم يريد ما يقتل الحسين ها، وبنفس الوقت يريد يحصل رضا بني أمية، هاي ما ترهم، هم رضا الله هم رضا الشيطان ما ترهم، كون واحد من عندهم. فعمر بن سعد كان متردد، وأبياته المشهورة، ولذلك ابن زياد هم ما انطافت شيء، الذي هي أفكر في أمري على خطرين، أترككم الكري والري منيتي، أم أصبح مأثوما بقتل حسيني، إلى آخرها. فافترى عمر بن سعد هذه الرسالة، وصلت إلى عبيد الله ابن زياد بيد شمر بن ذي الجوشن، قراها ابن زياد فرح، قال الآن وقد علقت به مخالبنا يرجو النجاة ولا تحين. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول الآن لما ضيقنا الخناق على الحسين الآن صار بناء يبايع ففرح. فقال له شمر لا، إذا أكو نزول فلازم النزول على حكمك أنت، لازم ينزلون على حكمك أنت، أمير الكوفة أنت، قائد الجيوش. فالحسين هو والذي وياه يكون يجون يمرون على الكوفة يبايعوك أنت حتى ما نقتلهم بالطريقة هذه. فاستصوب الرأي عبيد الله بن زياد، كتب رسالة الذي وصلت عصر تاسوعاء، والذي اتفقت الكلمة على قتل الحسين عليه السلام في هذه الليلة. شنو الرسالة؟ الرسالة من عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد، يا ابن سعد إني ما بعثتك إلى الحسين لتمنيه السلامة ولا لتقعد له عندي شفيعة. تريد تصير لواسطة أنت؟
إني ما بعثتك إلى الحسين لتمنيه السلامة ولا لتقعد له عندي شفيعا، انظر إذا أنت قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره. من هذا تعرف أن قضية رض جسد الحسين كانت مبيتة، مو قضية هالشكل مشتهاية من بعد مقتل الحسين قال عمر بن سعد يا خيل، لا، من ذاك اليوم انظر إما النزول على حكمي أو القتل، وانظر إذا أنت قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره. طبعا نحن المضطرين نقول هاي الكلمات، الإمام الصادق عليه السلام يقول حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، هذا من جهة يعني الذي تعرفوه، وإلا في رواية أخرى الإمام يقول نحن لم نخبركم بكل ما جرى على جدي الحسين، ترى نحن ما قلنا لكم كل شيء، ولو أخبرناكم لمتم جزعا على الحسين. من أحداث هذه الليلة أيضا الحسين عليه السلام أوصى ولده زين العابدين بوصايا عديدة. من أحداث هذه الليلة طلع الحسين سلام الله عليه يتفقد التلال والتلاع، يشوف الجيش، يشوف تضاريس كربلاء، ثم التفت وإذا يشوف واحد من أصحاب نافع بن هلال وراء، قال للحسين يا نافع ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك، روح خش فرصة هاي بس أنا وياك حتى أصحابي ما يشوفوك، خاف تخجل من عدهم. وقع على قدم الحسين قال له سيدي شلون انت هالشكل، أبا عبد الله أنا وأهلي وعشيرتي وكل من في الوجود إلك فداء سيدي يا ابن الزهراء. من أحداث هذه الليلة زينب دخلت على خيمة الحسين، رأته يصلح سيفه ويقول يا دهر أفل لك من خليل، كم لك بالإشراق والأصيل. من هالكلمات زينب فهمت شنو الحسين يريد يقول، قالت لا أخي أبا عبد الله أراك تنعى إلي نفسك، أنا أشوفك جاي تنعى نفسك أبا عبد الله. فقام الحسين عليه السلام وقال لها أخي اعلمي أن أهل السماء لا يبقون وإن أهل الأرض يموتون، مات جدي رسول الله وهو خير مني، ماتت أمي فاطمة وهي خير مني، مات أبي علي وهو خير مني، مات أخي الحسن وهو خير مني، أخي إذا أنا قتلت لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي خدا، أخي الله الله بحفظ العيال والأطفال. يقول التاريخ زينب جعلت تطيل النظر من أخيها الحسين، قامت تشوف هالشكل تتنوع على. يقول إجا الحسين جاب إيده خلاها على قلب زينب قال اللهم أعطها الصبر. يقول الحسين خويا احكي سولفي لي، احنا ما بقى عندنا ليلة وداع هاي الليلة، سولفي لي انا مشتاق الكلام. سولفي لي انا مشتاق الكلام وردة برد بغليلي، سولفي لي. عاد زينب قالت عسى النج يا هالليلة طويلة، عسى النج يا هالليلة طويلة، يتوادع الخل وخليلة، يا بن والد قلت الحيلة، جليلين والجيمة ثجيلة، أنا حملي وقع يا وليجي. ما قالت لزينب أخي هل أخي هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. أخي ذولا أصحابك خاف ما يوقفون وياك ساعة الصفر ساعة المعركة. قالها أخي بلوتهم يعني اختبرتهم، فلم أجد فيهم إلا الأشوس الأقعس، يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحال بأمه. نافع ابن هلال بباب الخيمة سماع زينب تقول له أخشى أن يسلموك عند الوثبة، قال عجيب شاك كل هذا السوينا وبنات رسول الله بعد الخايفات،
اجى الحبيب بن مظاهر قال له يا حبيب هذه بنات رسول الله خايفات مو مطمئنات. جاء حبيب ابن مظاهر رامن عمامته من على رأسه ينادي يا أبطال الصفا يا فرسان الهيجاء. أقبل أبو الفضل العباس رامن عمامته من على رأسه ينادي لبيك يا حبيب لمثل هذا اليوم ادخرني والدي. قال ارجع سيدي يا أبا الفضل لا سهرت عيونكم يا بني هاشم أنا خاطب ربعي خاطب أصحابي. ثم أقبل حبيب أصحابه وقف بباب خيمة زينب ثم جثوا على ركبهم ونادوا هذه سيوف غلمانكم آلوا ألا يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. التفت زينب التفت الحسين لزينب قالها أخي ذولا أنت أثرتيهم ذولا أنت هيجتيهم كلميهم بكلمة. أقبلت زينب ملتحفة بأزار أمها فاطمة. يا الله يا الله مو بس تبكي الليلة ليلة الصراخ الذي الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا. أنت إذا هل يا لما تصرخ يا ليلة تصرخ بعد. فنادت زينب حبيب انسبوني معرفة من أنا ابنة الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين والمهاجر الهجرتين والذي قاتل ببدر وحنين. يا أهل الشيم هذا محلكم يا أهل الشيم هذا محلكم للموزمة تظهر هممكم. شنح العذر يا كرام منكم تخلون بالذل حرمكم. ولما أصبح الصباح من هذه الليلة عبأ الحسين أصحابه وأهل بيته فلما قتلوا ولم يبق معه ناصر ولا معين وقف الحسين بباب الخيمة ونادى وقلة ناصرا. يا الله أحد الخطباء يرى الزهراء فاطمة بالمنام قالها سيدتي شنو أعظم موقف على قلبك؟ قالت لا أعظم موقف ساعة التي رجع الحسين يودع عياله وأطفاله. ردوا عياله ردوا عياله من العطش يوما صاحب صوت للتوديع قوم مثل سرب القطة قامن يحومن تطيح عليه وحدة عنه وتغذر. اجل زينب يوصيها بالعيال يوصيها بعليلة وكل الأطفال. ثم دخل الحسين بين أطناب الخيم وهو ينادي ألا من ناصر ينصرنا. يا الله ألا من معين يعيننا ألا من موحد يرجو الله فينا. فأقبلت زينب سلام الله عليها بعبد الله الرضيع وهو يطبق عينه يفتح عينه يعالج سكرات الموت. يا حسين قالت له أخي حينما ناديت ألا من ناصر ينصرنا سقط رضيعك من المهد إلى كأنه يقول لبيك يا أبا عبد الله.
أخذه الحسين عليه السلام وضعه تحت ردائه. قال حميد بن مسلم: طلع علينا الحسين يحمل شيئا تحت ردائه، فقال بعضنا: لقلها عمامة رسول الله جاء يحتج بها علينا، وقال البعض: لقله القرآن. فلما توسط الميدان رفعه وإذا به طفل رضيع يفتح عينيه يطبق عينيه يعالج سكرات الموت. ثم نادى الحسين: يا أهل الكوفة، قتلتم إخوتي، قتلتم أصحابي، لم يبق عندي سوى هذا الرضيع، اسقوه شيئا من الماء، فإن خفتم أن أشرب خذوه أنتم واسقوه الماء. ودعا الأقوام: يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أأنا المذنب؟ حاشاك يا أبا عبد الله، أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع. اختلف القوم بينهم، بعض من لعن ابن سعد، وبعض من قال: لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. فخشي ابن سعد أن تقع الفتنة وأن يضرب العسكر بعضه بعضا، نادى حرملة: اقطع نزاع القوم. يا الله! قال حرملة: وضعت سهما في كبد القوس. قلت: أمير، أتأمرني أن أرمي الوالد أم أرمي الولد؟ قال: ويحك، بل ارمي الولد. قال حرملة: فتحيرت أين أرميه، كان على وجهه برقع، فبينا أنا متحير إذ هبت ريح كشفت البرقع عن وجهه، لاحت رقبته كأنها إبريق فضة. يا الله! قال عدو الله فرميته. قال فرميته فذبحته من الوريد إلى الوريد، وكان الطفل مقمطاً، فلما أحس بحرارة الساهم انتزع يديه من القماط وصار يرفرف كالطير المذبوح. أيوا رضيعاً! وضع الحسين يده تحت جرح ولده، لما امتلأ الدماء خضب وجهه وشيبته، وفي مرة أخرى رمى بها إلى السماء وهو يقول: اللهم لا يكن أهون عليك من فصي الناقة صالح. تلقى حسين دم، تلقى حسين دم، إش حال ليش تلي بحيضنا سالي وترس شفة من وريده، ذبل السما ولا القاع ماخر.